كلمتكم عن الراوتر هذا اللي سعره بحدود 100 واخذته انا بحدود 30 مغلق على فيفا. حاليا تم المراسله ب $30 يتم الفتح. نسيت امر مهم يا جماعه، هذه الذاكره نازله قبل 29 يوم على امازون للبيع. يعني انا اعتذر اني ما شرحت عنها، بس انا حاط تنبيه ما طلع لي. الذاكره هذه اسرع 50% من الايفو العاديه بدون كلمه بلس. هاي الذاكره M2 NVMe VNAND اللي هي 970 ايفو بلس، معها كلمه لازم معها كلمه بلس. إذا النسخة 970 إيفو بلس أفضل من النسخة 970 برو اللي كنا سابق نفتخر فيها. النسخة بلس قدمت لنا 3.5 ريد و 3200 إلى 3300 رايت مع سرعة أعلى للراندوم ريد وأعلى للراندوم رايت من النسخة برو. يعني هذه أنظف نسخة عن سامسونج حاليا. طلبت نسختين من إيفو بلس علشان استخدم الريد زيرو على الار او جي هذا وبدل النسخه برو السابقه اللي فيه. يا ويلك لا تفتح هذا البرغي، راح يطيح كفاله الجهاز اللي الشركه اصلا ما تقدر تصلحه. الفكره بان هذا المودم في داخله هني هذه القطعه تشوفونها، هذه هي عباره عن اصلا M2 لكن مدمجه مع المذر بورد. فانت ما تقدر تغير هذه لانها جزء من المذر بورد. لو انا اقدر اغير هذه القطعه اقدر اخليها كات 18، اقدر اخليها كات 20 واقدر احصل على سرعات اعلى، لكن هي جزء من المذر بورد زاد انها مغلقه، يعني لازم تدفع فلوس عشان تفتح. وصل ال WDSSD. الشرح عن كيف يتم دمج اكثر من ذاكره ساتا 3 علشان تحصل على اما ريد زيرو اللي هي دمج سرعاتهم، او يكون عندك مخزن اذا كان عندك عدد من الهارد ديسكات. لكن وصل لي شيء راح نبدي على التقنيه، وهو تقنيه طبعا. وصل لي كفر ابو ارنو هذا، وايضا وصل لي كفر ابو دبدوب هذا. طبعا بما ان احنا قاعد نتكلم عن التقنيه وكفر ابو دبدوب وكفر ابو ارنو، بالتاكيد ما ننسى كفر ابو كلب. انا عارف ان سماكة الجهاز ممكن تخليه ما ينباع، ولكن الناس ممكن تشتري كفر بأرنوب 5 أضعاف حجم الجهاز، يمكن نص قيمته. فيا صديقي أنا أكلم الكفر، ترى هذه قطعة تم طلبها وصلت بشكل سريع من أمازون دايركت بدون وسيط. وفي فكرة للأسعار، سبق وذكرنا بأن بعض مرات تتفوق أسعار 500 عند WD في فترة محددة يسوون خصم، أو تتفوق 960 وعلى حسب المنافسة. إذا ماذا تغير؟ تغيرت الأسعار والتركيبة، فتم تغيير القائمة. فتضغط على قائمتي، راح تروح لهذا المكان. التغيير هو التالي: سيتم حذف الواحد تيرا هذه لأن سامسونج قدمت قطعة أفضل منها وأرخص.
الحين الجديد بالموضوع ان احنا شلنا الايفو لانه اغلى، حطينا كيو في او لان الفرق بسيط بالريد والرايت، وهذه توها سامسونج نزلت وهي تعد بانها هي ارخص النماذج الواحد تيرا 2 تيرا والاربع تيرا، فهي ارخص واحد تيرا حسب البحث، ارخص واحد تيرا نظيفه مو السكاريب الصينيه الغير معتمده والشركات غير معلومه. اما في موضوع الذواكر هذه الغبيه اللي كلفتني الكثير اللي خلال سنه تطفي او فيها مشكله ما تحدث، الشركه مو مهتمه لها وسرعه الكتابه بطيئه فما ادري شلون يعني اوصفها بشكل جيد، بس ما يشرفني تكون قائمتي بصراحه. هل تصدق بونسر ما حصلت؟ ستيديا هو التالي. Our vision for Stadia is simple. One place for all the ways we play. See trailer on YouTube. انت على اليوتيوب لقيت لعبة. كليك واحد راح يخليك تلعب اللعبة مباشرة على سيرفرات جوجل بالمتصفح مباشرة على هاردوير جهازك ايا كان الجهاز. على اللابتوب او البي سي او التابلت او الهاتف. بدون تواجد كونسولر او بوكس او صندوق. يعني ما راح تشتري بلاي ستيشن اكس بوكس. هذه الفكره، هذا بيكسل شغال على متصفح مباشره. واللعبه شغاله عليه بدون تواجد مواصفات خاصه. او نفس اللعبه متواجده على الهاتف. ايضا لديهم ذراع تحكم خاصه فيهم، تقدر تشبك مع اي جهاز. فيها مجموعه من الازرار، منها طبعا تشبك واي فاي، منها مجموعه من الازرار لتسجيل الشاشه او مشاركتها والمساعده الصوتيه. This is your gateway to the best of Stadia. هذه ذراع التحكم، هذا شكلها. أيضا راح تدعم الفول اتش دي، الفور كي والاتش دي ار على 60 فريم، وبعدين راح تدعم الايت كي. أيضا عندهم تقنية الستيت شير، تشارك كل المعلومات باللعبة بس بشكل معمق، بأنها ممكن تنقل لك كم طاقتك اللعبة، شنو معاك أسلحة. نفس المعلومات هذه تشاركها في نفس اللحظة على اليوتيوب أو أي منصة أخرى. أيضا في حال تواجد مشكلة ممكن المساعد الصوتي يقدم لك خدمات المساعدة. سيتم إطلاقها هذه السنة في أمريكا، بريطانيا وكندا وبعض أماكن في أوروبا. إذا استطاعت جوجل فعلا أنها تقدم الألعاب من خلال متصفح مباشرة عن طريق سيرفراتها، فهذا فتح في عالم الألعاب. هذا إذا ما عادتها بلاي ستيشن وإكس بوكس والبي سي ونينتندو سويتش أو أي منصات أخرى. اللي واضح من خلال ستيديا ديفلوبرز تعاون مع AMD، تعاون مع يونيتي، وتواجد مفتوح المصدر، كلمة أوبن سورس متواجدة أكثر من مرة، فالظاهر أن زمن لينكس في عالم الألعاب قد بدأ. أيضا واضح أن جوجل تستفيد من الذكاء الصناعي محركات بحثها، فأعطت فرصة للكل، يعني أعطت كل ليفلات المطورين فرصة، لعبة تافهة إلى أعمق الألعاب. سابقا ولا زلت أذكر بأن كل فتح في عالم التقنية يفتح فتح آخر، يعني تواجد طابعات 3D فتح لنا أفق غير طبيعي في مجالات أخرى، حتى في مجالات الصناعة وفي مجالات البناء. الحين في هذا المجال تواجد الكلاود سيستم للألعاب اللي راح يكون موجة، راح يكون مدعوم من كثير من المنصات اللي ما راح تسمح لجوجل أنها تنفرد، أيضا راح يكون أمر حديث وفتح في عالم الألعاب. ما الذي جعل جوجل تقدم على مثل هذه الخطوة؟ الخطوة هذه تحتاج سيرفرات مهولة بسرعات عالية للذواكر. انهم ما تبنوا منو يحتاج، ما قالوا منو يحتاج سيرفرات كلها SSD، الSSD غال، ما قالوا كذي ابد. قدموا للناس التقنية كما هي. في ظل تواجد تقنيات جديدة تفتح لك افق في التفكير، تفتح لك افق في الوظائف، تفتح لك افق في انك تقدم على مشاريع مستقبلية. في ظل الزحمة هذه واليوم الواحد ممكن يطوف عليك الكثير، ما ننسى ان كبر بدبدوب الجديد نزل.